مرة هيك كنا ببرنامج يعني وخلينا نقول انه مفروض يكون في مزاح، كان نهار انتخاب رئيس الجمهورية ميشيل عون، كنت كثير مبسوطة، قال لي شو بتشوفي فيه لشار جابو؟ قلت له بشوف فيه ملك السكس. مثلا كيف بتطلعي بشارل مثلا بتلاقيه كيف مثلا انه ملك السكس شو بتعمل؟ انه ما بعرف انصدم، قال لي سكارليت انا ما بحب المزح. ما ممكن ارفض لقب من هذا النوع، يعني على طريقه زياده الخير خير ملك سكس.